بيدوفيليا موجودة كذلك داخل القصر الملكي العلوي. مؤخرا مرحبا بكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير. لا يخفى علينا جميعا حب الدكتاتور محمد السادس للشعب المغربي قاطبة وخصوصا الأطفال. فالملك محمد السادس معروف عالميا بتحقيره للشعب المغربي، بالطنز عليهم وبسرقة ثرواتهم واستغلالهم سياسيا واقتصاديا. فالأطفال المغاربة، أتكلم هنا عن أغلبية الأسر المغربية التي تعيش في حد مستوى عادي أو في مستوى الفقر، أولئك الأطفال المغاربة لم يوفر لهم محمد السادس البنية فشترعرعوا، لم يحافظ كذلك على حقوقهم الاجتماعية الاقتصادية وكذلك الإنسانية، بل والأكثر من ذلك أصبح الدكتاتور محمد السادس يستغل الأطفال المغاربة من أجل مصالحه السياسية والاقتصادية. وكان شفنا مؤخرا كيف استغل او استخدم الملك محمد السادس الاطفال المغاربه من اجل ابتزاز بعض الدول في الهجره الغير شرعيه، وكنشوفوا عدد من الاطفال المغاربه اصبحوا يهربون من بطش هذا النظام الدكتاتوري متجهين الى دول كاسبانيا. قبل ما نتكلم على البيدوفيليا اللي كاينه داخل القصر الملكي، غادي تكونوا كاملين عاقلين على داك العمل الشنيع اللي قام بارتكابه الدكتاتور محمد السادس، وذلك باعفائه، يعطى الاعفاء الملكي ديالو على واحد المجرم، واحد البيدوفيل اللي كان اغتصب اكثر من 11 طفل مغربي، وكاين الصور وكاين كلشي. جا الملك محمد السادس عفى عليه وخلاه. عند ديك الوقيته ناضوا بزاف ديال المظاهرات في المغرب، وناضوا بزاف ديال احتجاجات، والناس احتجوا على هذا العمل الشنيع للملك محمد السادس، وقالوا باللي غادي يفتح تحقيق. لحد الان كنشوفوا ما كاين لا تحقيق، شنو ما الذي اسفر عن هذا التحقيق، شكون اللي دخل السجن في بلاص هاد البيدوفيل اللي كاين دابا هو في اسبانيا. وبالحديث عن البيدوفيليا ديال الاجانب اللي كيجيو المغرب واللي كيشوفوه واحد الوجهه سياحيه جنسيه اللي قدروا يمارسوا فيها العمل الشنيع ديالهم بلا محاسبه بلا والو، غدا نجبد كذلك المثال ديال هذاك الصحفي البلجيكي اللي كان هو كذلك اغتصب عدد من الفتيات القاصرات، وكان كينشر هاد الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. اشنو دار المغرب؟ عيط عليه للتحقيق، ومن بعد تم اخلاء سبيله والسيد مشى رجع لبلجيكا في بلاصتو. اخص هنا بالذكر الصحفي البلجيكي فيليب سرفاتي، واللي كانت هاد القضيه ديالو هي مشهوره في الاونه الاخيره. كاين كذلك بزاف ديال الامثله ديال الاطفال اللي تتستغلوا جنسيا واللي تتمارس عليهم بيدوفيليا داخل الدوله المغربيه، ولد هذه الدوله المغربيه وفرت العدد من الاشخاص المجرمين البيدوفيليين هذه الساحه باش انهم يمارسوا العمل المشين ديالهم او الهوايه ديالهم اللي كيجيو يمارسوها داخل المملكه المغربيه. حنا كنشوفوا المغرب اللي كيوفر لهم الساحه لا ميدانيا لا قانونيا باش يجيو يمارسوا الهوايه ديالهم. اللي تكونوا كاملين كتذكروا القضية ديال الطفلة أمينة الفلالي اللي اغتصبها واحد الشخص، وشنو جات دارت المحكمة؟ جات حكمت على الشخص المغتصب أنه يجي يتزوج بها، وذلك وفقا للقوانين المغربية. أشنو دارت الطفلة أمينة الفلالي؟ مشات انتحرت، لأن ما يمكنش أنك تزوج بشي شخص اللي مارس عليك أبشع أنواع التعذيب والاغتصاب. هذه هي القوانين المغربية. إلا كان شي واحد برا كتخلي أنه يخرج تيكملوا التحقيق، ولذلك هذاك الشخص كيمشي رجع للبلاد ديالو. الا كنشوفوا في المغرب بلي الاطفال كيتستغلوا، كيجي القاضي كيعطيهم انهم يتزوجوا، هادشي لا في حاله ما تابعهم قضائيا. وهادشي اللي خلى عدد من الصحفيين الايطاليين انهم يجيو يديروا واحد التحقيق داخل المدينه الحمراء مراكش. نخليكم مع بعض اللقطات ديال هاد التحقيق. نارد سنترم في مراكش Wie in de nauwe straatjes rond het plein voorzichtig blijk geeft van interesse in seks met jonge kinderen. De meisjes verschijnen inderdaad op de afgesproken tijd. Een van hen stapt in de auto van de zogenaamde klant. De pooier zit op de achterbank. Het meisje zegt dat ze dit vaker doet. Ja, maar ze hebben maar aan. Ik heb het ook zo'n van de kop gezet en het brengt niet. Ik heb het ook niet. Ja, het is de eerste keer. De pooier liegt. Bang zijn klant te verliezen als hij ontdekt dat het meisje geen maagd meer is. How much is it, Khalas? 100. 100? 10 euros.
ثلاثة وخم يعفو شو ايش اسكامل داس اتي المكان الإجرام استغلال الأطفال والبيدوفيليا موجودة كذلك داخل القصر الملكي العلوي. مؤخرا خرج واحد الشخص سميتو جيرار فوغي. هاد جيرار فوغي كان الأب ديالو هو الطبيب الخاص ديال الملك محمد الخامس، واللي كان خرج واحد الكتاب اللي كيعاود على السيرة الذاتية ديالو على عدد من الأحداث اللي وقعت ليه في حياته. جيرار فوغي وفي الشهادة ديالو اللي كانت كذلك صوتا وصورة في عدد من المنابر الإعلامية العالمية، تيقول باللي الأمير عبد الله اللي هو العم ديال محمد السادس دابا واللي هو الأب ديال مولاهم هشام، هاد الأمير عبد الله كيقول باللي كان شاد جنسيا كذلك كان بيدوفيلي، بحيث أن هاد الأمير عبد الله اللي هو العم ديال محمد السادس كان يقوم باغتصاب عدد من الأطفال المغاربة، وكيطلب من هاد الأب ديال جيرار فوغي أنه يخيطهم. كذلك قال جيرار فوغي باللي أن عدد من الأطفال المغاربة ماتوا وعدد أكبر تم اغتصابهم من طرف هذا البيدوفيلي الأمير عبد الله حسب قولهم. Et qui s'appelait Michel, un grand gangster qui avait un bar, grand gangster entre parenthèses, hein, qui avait un bar là-bas et puis il vendait les petits enfants à des grandes personnalités, notamment de la famille royale anglaise. Et parce que le prince Moulay Abdellah, qui était frère du roi Hassan II, était aussi homosexuel et pédophile. Donc à un moment, le roi en a eu marre, il a dit bon, tout ça, ça suffit. Il a renvoyé son propre frère, qui avait violé 6 enfants et qui les avait fait tuer à Rabat, d'accord ? Il l'a viré du Maroc et il s'est installé en Belgique. Le Moulay Abdellah, qui est mort du sida. دونك هاد جيرار فوغي كيما قلت لكم خرج في عدد من المنابر الاعلاميه، والكتاب ديالو اللي حقق واحد المبيعات كبيره، وكانوا سولوه واش ما تتخافش من التشهير ولا لا ديفاماسيون ولا العائله الملكيه المغربيه انهم يرفعوا بك دعوى على هادشي اللي تتقول. وكان جاوبهم وقال لهم باللي هو مستعد وباللي اي حاجه قالها عنده الدليل عليها وعنده ما يثبت ذلك. وحنا كنشوفوا باللي المغرب ولا الملك محمد السادس ولا القصر الملكي مرفع لا دعوى هاد الشخص لا والو، حيت الى رفع بهم دعوه كما قال جيرار فوغي غادي يخرج لهم الادله وغادي يزيد يفضحهم امام العالم. فالمغرب بالقصر الملكي ديالو ولا بالمؤسسات ديالو ولا بالجمعيات التي تدعي الحفاظ على حقوق الانسان او حقوق الاطفال ما كيرفعوش دعوه بهاد الاشخاص، ما كيرفعوش دعوه، ما خداو حتى شي قرار فيما يخص ما يفعله هاد الامير ولا ما يفعله الابن ديالو ولا الاب ديالو الى اخره. فقط هما هاد الجمعيات ولا هاد المؤسسات ولا هاد الدولة الديكتاتورية تتخذ فقط القرارات إلا كانوا شي مغربي عبر على حرية التعبير ديالو ولا عبر على موقف من المواقف أو لانتقد هذا النظام الديكتاتوري. كنشوفوا أن عدد كبير من الجمعيات التي تدعي الحفاظ على حقوق الإنسان تترفع دعوة بهاد الأشخاص المغاربة، في حين أنهم كنشوفوا ما تاخدوا حتى شي إجراء فيما يخص جيرار فوغي واللي فضحهم امام العالم وفضح هذا النظام البائس. دونك هذه هي الحلقه ديال اليوم، ما تنساوش خليوا لي الراي ديالكم فيما يخص هذا الموضوع، خصوصا الاعمال الشنيعه التي يقوم بها الملك محمد السادس باعفائه عن المجرمين والبيدوفيليين الذين يستغلون الاطفال المغاربه. كذلك وجهه النظر ديالكم فيما يخص المغرب الذي اصبح وجهه سياحيه جنسيه بامتياز.